وكان الحبيب سوى يخاف على حبيبه أنا أول عمل عندي مع كريمة هو في فيلم راجل المرأة. صراحة كانت تجربة زوينة وكان واحد الصدى جميل. من بعد جات فكرة ديال أغنية كتجمعني أنا وكريمة غيت، يعني اقترحت عليا أغنية سمعتها عجبتني قالت لي كنشوفك معايا فيها. أنا رحبت بالفكرة، وكريمة فنانة موهوبة، يعني صوت رائع وإحساس هو جميل، يعني ما يمكنش نرفض هذا العمل مع كريمة. ماشي حيت اشتغلت معها في التليفيلم حيت دار واحد الصدى جميل قلنا لا لا، حيت هي شافت قالت لي لا شفتك معايا انت في هذه الاغنيه وانا رحبت بالفكره. انا الصراحه انا من عقلت على راسي وعرفت والديا كيشتغلوا في المجال الفني في التمثيل بالاخص، يعني كنت باغي نكون ممثل ديما عندي داك الشيء دافين كيقول لي راه انت تقدر تكون واحد النهار ممثل. والغناء واخا كيشجعوني اصدقاء والعائله بلا راه كتغني، ولكن ما كانش كنتسنى نشخص شي حاجه، كنتسنى نلعب شي دور نكون ممثل. وملي جات الفرصه يعني ماشي حبست، كنت تخوف واش نقدر نوفق بين المجالين. وزعما هاد 6 سنين هادي كانت مزيان الراحة، مزيان تفرغت للتمثيل. ومني اشتغلت مع كريمة في التليفيلم درنا أغنية ديال الجينيريك، من تما بحال فاق الجرح، فهمتي، بحال عاوتاني رجع ليا قلت ممكن نقدر نرجع للمجال الغنائي، ندير قناة ديالي في اليوتيوب نقدر نحط فيها أعمال سواء في التمثيل ولا في الغناء. وجاتني الفكرة من هذيك اللحظة. 2020 مزيان إنما على العسر يسرى، قلنا الله سبحانه وتعالى كيقول لك راه من المر العسر كيكون اليسر، يعني معاه ماشي عاد كيجي معاه. يعني هاد المعاناة اللي عاشها العالم، يعني أنا عندي يقين بالله الله سبحانه وتعالى غيعوض كل واحد في 2021. سميتو محمد بسطاوي، الاختيار ديالو هو غنخلي ليه الاختيار، حيت ما يمكنش أنت تختار ليه شي حاجة ومن بعد يقدر يعاتبك، خصو هو اللي يختار باش يتحمل مسؤولية الاختيار ديالو.